بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان إنما كنتم، انطلق هذا الشوط مع التحديات المثيرة في هذا الانطلاق الجميل ضمن هذا الكرنفال الكبير بالفعل في هذا اليوم، ضمن هذه الأعداد الكبيرة المشاركة في هذا الانطلاق. أسير مع المركز الأول شاهين، من ينطلق مع المركز الأول حمود بن حمد الوهيبي، من ينطلق مع الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الوصول شاهين ناصر بن حسوس الزرعي مع المركز الثاني اللي ينطلق في هذه اللحظات. المركز الثالث شاهين ناصر بن عبد الله السعدي منطلقا نحو المركز الثالث. المركز الرابع هناك أيضا من يتواجد على رابع المراكز، والقادم في هذه اللحظات شاهين محمد بن علي السيفي المنطلق في هذه اللحظات. أعود إلى المركز الأول، إلى الصدارة هذا الشوط، إلى الانطلاق في هذا المركز. المركز الأول يا سلام، شاهين في مقدمة هذا الشوط منطلقا نحو الناموس والانتصار. حمود بن حمد الوهيبي ينطلق مع أول المراكز. المركز الثاني الوصول مع المركز الثاني، من يتواجد هناك أيضا والقادم في هذه اللحظات. أول منطلق هناك أيضا بشعار ناصر بن سعيد العمري المنطلق في هذه اللحظات، لكن من الجانب الآخر شاهين ناصر بن عبد الله السعدي اللي ينطلق مع الكوكب الثلاثية. أعود إلى المركز الأول، يا سلام يا سلام، هذه الانطلاقة ولا فلا نحو المركز الأول. من ينطلق هناك مع الصدارة شاهين نحو المركز الأول منطلقا نحو الناموس والانتصار في هذا الانطلاق المثير. حمود بن حمد الوهيبي ينطلق مع أول المراكز منذ البداية الشوط، ما زال في المقدمة في الصدارة، ينطلق مع المركز الأول. الخمسمية متر الأخير السعد القادم مع شاهين ناصر بن عبد الله السعدي ينطلق مع المركز الثاني، لكن الوصول الآخر والتقدم من أيضا هناك محفل مبارك بن عامر الحبسي وصل الشاعر في هذا الشوط، لكن هناك التنافس الثنائي الجميل روح من أجل الناموس والانتصار في هذا الشوط شاهين، لكن الحبسي من الجانب الآخر، شاهين من الجانب الآخر أيضا. الوهيبي، الوهيبي يعود من جديد، الحبسي في الأوان الأخيرة، التنافس الثنائي من أجل الناموس والانتصار. الله 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 على هذا التحرك الجميل والمثير، لكن هنا شاهين حمود بن حمد الوهيبي من ينطلق مع الصدارة لم يذوق طعم الهزيمة، ما يذوق طعم الهزيمة، دائما معود شعاره على التحدي والناموس. أشكرك يا جاسم بن عبيد، الوهيبي تهانينا والناموس. هذا هو والم 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 والم، صاحب الإنجازات الكبيرة وصاحب التوقيتات الحدث، دقيقتين 57 يتحطم التوقيت الزمني تحت أقدام والم جاسم بن عبيد الوهيبي. تهانينا والناموس لحمود بن حمد بن عيف الوهيبي على هذا الأداء الجميل. أيضا المركز الثاني كان هناك بشعار أيضا الشاعر